مستسلمين إذا أرادوا حربنا ومسالمين. حفل نادي القوات المسلحة بالزمالك، حفل 23 يوليو عيد ثورتنا الكبرى. أيها السادة، ستجدو الآن أم كلثوم بإحدى أغنياتها العاطفية. ستغني أم كلثوم فتسمو معها العواطف وتطير معها القلوب في سماء من الخيال والعاطفية والشعرية. ستسهر أم كلثوم بعد قليل لتختتم هذا الحفل الساهر الكبير. ولعلكم تذكرون أيها السادة أن هذه هي المرة الأولى التي تغني فيها أم كلثوم على شاشة التلفزيون في حفل خارجي ساهر. أيها السادة، نحن الآن في انتظار كوكب الشرق أم كلثوم. وهكذا أيها المواطنون، وبانتهاء كوكب الشرق أم كلثوم من غنائها الحلو العذب الجميل، ينتهي هذا الحفل الساهر الذي أقيم بنادي الضباط. ويغادر السيد الرئيس كمال عبد الناصر المكان وسط التصفير تحية له ووداعا. أيها المواطنون الأحرار، لقد كانت سهرة اليوم سهرة فنية رائعة، تجلى فيها اشتراك الفن في عيد الثورة الكبير، عيد الثورة التاسعة. وها هو السلام الجمهوري يعزف ويقف الجميع إجلالا. سيغادر السيد الرئيس كمال عبد الناصر المكان بعد لحظات. السادة، لا يسعنا في ختام هذه السهرة إلا أن نهنئكم ونبعث بتهانينا إلى إخواننا في أرجاء الجمهورية العربية المتحدة، بل إلى إخواننا في أقطار العروبة بعيد الثورة الكبير، عيد الثورة التاسع، الثورة الناهضة التي تثبت كل يوم تقدمها والتي تسجل انتصارات متوالية. سيداتي وسادتي، كل عام وأنتم بخير.